بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولليوم الرابع على التوالي ما زلنا نتحدث عن قضية الطلاق التي أصبحت مزعجة في حياتنا الاجتماعية. نريد كما سلف الذكر من خلال هذه السلسلة أن نتعرف عن هذا الحكم الشرعي المرتبط بحياتنا الاجتماعية، والذي أضحى اليوم مقلقا بالنظر إلى عدد كبير من حالات الطلاق والزيجات الفاشلة عبر ردهات المحاكم. السبب يبدو هو أن المتزوجين لا يفقهون بعض أحكام الزواج وأحكام ومراسيم الحياة الزوجية من الناحية الشرعية. الناس حينما يتزوجون يفقهون كل شيء فيما يتعلق في إنجاز الزفاف والعرس والأفراح ومتطلبات الحياة، لكن هناك نقص في المعلومة يتعلق بفقه الطلاق. ونريد في حلقة اليوم أن نتحدث عن هذا الفقه، فقه الطلاق. وهدفنا أن من هم متزوجون غادي يتزادوا خطوة إلى الأمام باش يكون زواجهم أكثر متانة وقوة وصلابة، ومن كان في طور الزواج يفهم من الآن بأن هناك خطر اسمه الطلاق حتى لا يقع فيه، ومن كانوا فعلا ملفاتهم الآن في ردهات المحكمة لعلهم يتراجعون ولعل حالهم ينصلح. هذا الزواج أيها الأحبة الكرام، الخالق عز وجل جعله من أبرز الآيات الدالة على وجوده. فالدلائل التي تثبت وجود الله وعظمة الله وكرامة الله كثيرة: الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، الأفلاك، البحار، الأشجار، كل شيء دل على وجود الله، آية من آيات الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل الله العلاقة الطاهرة النظيفة العفيفة آية من آيات الله الدل على وجوده وعلى عظمته. ومن ثم ربنا عز وجل سمى العلاقة بين المرأة والرجل، سماها ميثاقا غليظا. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. انتقل ربي عز وجل الكلام حينما كيبدأ النزاع بين المرأة والرجل، دوزوا الأيام السعيدة، ثم دخل بينهم الشيطان وتكالبت عليهم المشاكل، ولو كتبان لهم الأمور كلها مظلمة ولا سبيل إلى الانفصال. هنا ربي عز وجل يذكرهم فقال لنا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا كيتسمى الاستفهام الإنكاري. الله جل جلاله كيقول للرجل اللي جعل المرأة في وضعية ضعيفة: كيفاش تأخذ منها الصداق اللي أعطيتها؟ كيفاش تأخذ منها هذا العطاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ ما سهلش هذه. الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ سمى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة الله. هذيك أمانة عندك ضيعها بدون سبب وجه، راه ميثاق وصفته أنه غليظ. باش نعرفوا المفهوم ديالو، لما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آخر ما خطب به قبل ما يتوفى الله تعالى بأيام، آخر الوصايا التي نطق بها نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل أن يتوفاه الله هو أنه أشار إلى هذا الميثاق الغليظ بين المرأة والرجل. قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وصية صادقة من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم للرجال. مهما يكون دائما الرجل في موقف قوة، لأن احنا الرجال ربي عز وجل فضلهم بهذه القوة وهذه الصلابة، والمرأة دائما كتكون في موقف ضعف رغم تكون مثقفة، هي دائما وتكون في مرتبة عليا، ولكن دائما كتبقى امرأة، هي كيان ضعيف، لابد أن نرحم هذا الكيان الضعيف، لأن المرأة خلقت من ضلع آدم عليه السلام. احنا الرجال كنتسموا نسبة إلى آدم خلق من أديم الأرض، يعني من تراب الأرض، الرجال تخلقوا مباشرة من التراب، وبالتالي فهم قادرين على الصبر. والعائلات لا، النساء حواء خلقت من المادة الحية، خلقت من ضلع آدم، من لحمه، من دمه، من عروقه، من المادة الحية، سميت حواء. الرجال من آدم، يعني أديم الأرض، تراب الأرض. ربنا عز وجل ملي تكلم على هذه العلاقة وقال بأنها وصلت إلى الباب المسدود، دابا الآن الرجل ولا راغب في الطلاق، والمرأة حتى هي ربما ضربة في الطلاق، أو أحدهما هو اللي راغب، المهم الحياة استحالت. ماذا علينا أن نفعل؟ الله عز وجل دلنا في دستوره الخالد واحد الأسلوب ديال التحكيم. ماذا قال جل علاه في سورة النساء؟ يعني القضية ديال المرأة راه قضية جوهرية وأساسية ومن مقاصد الدين، لأن رب العزة في كتابه العزيز سمى سورة بكاملها من المفصل، من المعظم، من الأوائل السور، سورة النساء. الله عز وجل يذكرنا بهذا الخصام، إذا وصل إلى الباب المسدود ماذا علينا أن نفعل؟ قال جل علاه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. آيتان من سورة النساء فيهما تشريع رباني قوي من الناحية القانونية ومن الناحية الاجتماعية لإيجاد حل فعلي واقعي للمرأة والرجل. الله تعالى يشير إلى القوامة، قوامة الرجل، وأنه حاكم البيت وقائده، الرجل هو القائد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. علاش؟ لأن كل تجمع لابد له من قائد يسوسه، لابد من قائد يحوطه، لابد من قائد ينطق باسمه أي تجمع. ومدام الأسرة هي تجمع، خاص واحد ينطق، يكون هو الرئيس في النطق وفي التسيير وفي التدبير. طبعا الله عز وجل أعطى هذا القيمة للرجل، سماها القوامة. والرجل إنما استحق هذه الصفة ديال القوامة، علاش؟ لأن الله عز وجل متعه بقدرة بدنية وقدرة نفسية وقدرة مالية. طبعا هناك استثناءات، لكن الأصل العام هو أن الرجل أعطاه الله تعالى هذه الصفة. علاش؟ باش يكون هو الجناح ديال المرأة، باش يحميها، باش يحضنها، باش يدافع عليها، باش يدير لها الرعاية والعناية. والمرأة هي كائن لطيف بطبعه، فالنفقة الرجل هو اللي خصو يعطي. شكون اللي خصو يتحمل إلا كان النزاع بين المرأة الرجل؟ الرجل هو اللي خصو يصبر. هكذا قال رب العزة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. لابد أن ينفق بما أنفقوا من أموالهم. النفقة من عند الرجل مش من عند المرأة، ولو تكون المرأة موظفة دائما الرجل هو اللي كينفق، هي كتعطي غير من باب
من باب المساهمة ومن باب المشاركة. رغم العصر يختلف من ذاك الزمن هذا الزمان، ذاك الزمان راه كانوا فيه النساء خدامات، راه سيدة النساء زوجة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد راه كانت من أكبر النساء المال والأعمال، كانت عندها مقاولة تجارية كبيرة. فما نقولوا هذا الخطاب خاص بذوك النساء اللي كانوا في عهد الجمل وفي عهد الخيمة، وحنا اليوم في عهد الذرة والمجرة والكمبيوتر. خطاب إلهي ينصب على جميع العصور. ثم قال الله عز وجل فالصالحات، يمدح العيالات. الأصل في المرأة المؤمنة أي أنها طيبة، أنها مباركة، أنها صابرة، أنها عشرتها مباركة، هذا هو الأصل. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا هو الأصل في النساء. ولكن كاين حالات أخرى اللي قال فيها الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، هذه كتسمى المرأة النشاز، نشز، عصبية، عنادية، دائما الرجل وياها في صراع. الله عز وجل قال لك عندك طلقها مباشرة إلى وقع شي نزاع بينك وبينها، ماشي غير خصام قل لها أنت طالق، هذا لا ينبغي أن يكون. ربنا عز وجل أعطانا خطوات. الخطوة الأولى ماذا قال؟ واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، أول حاجة وهو الوعظ، فاعظوهن. ثم قال واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع. فأول مرة الرجل كيبدأ بالكلمة الطيبة ديال الوعظ، أبنح الناس، هذا الأمر لا ينبغي، أبنح الناس، هذا الشيء لا يليق. لابد الرجل هو مول العقل، الرجل هو صاحب القلب الكبير، وخا المرة تكون دكتورة، وخا المرة تكون مهندسة، وخا المرة تكون برلمانية، وخا المرة تكون وزيرة، كتبقى دائما امرأة لها كيانها النفسي الأنثوي اللطيف والعاطفي. والرجل وخا يكون شاوش، وخا يكون فلاح، وخا يكون طالب معاشه، مهما ذلك راه رجل عنده الصلابة ديال الذكورة في النفسية ديالو. القضية غير مرتبطة بالمستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي، القضية مرتبطة بالتكوين الأساسي. أبناء آدم خلقوا من أديم الأرض، وبنات حواء خلقنا من المادة الحية. فربي عز وجل قال لنا عظوهن، الكلمة الطيبة هي الأولى. لهذا الرجال خاصهم يتعلموا الكلمة الطيبة بزز منهم بنص القرآن، فعظوهن كلام حلو، خصو يتعلم الكلام حلو والكلام الإيماني والكلام الرباني، يتعلم كلام الوعظ، فعظوهن. كاين المرأة اللي كتسمع الوعظ كلمة جوج كلمات كتحشم كتستحيي، داكشي اللي بغينا الله يبارك. ولكن كاين ربما كتكون عندها نسبة العناد الزائدة، هو كيوعظها وهي كتزيد تطلع. هنا ربي عز وجل قال لنا بلاتي فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، اهجروهن في المضاجع. الهجر ماشي انه يسد الباب ديال الدار ويمشي لواحد لابارتومون اخرى او لوطيل، لا، الهجر خصو يكون في الدار، في الدار، نفس الدار. كاين الراجل اللي كيهرب كيمشي عند مو ولا عند اختو ولا عند صاحبه ولا كاع كيخوي المدينه ويهرب في حاله، هذاك ماشي هجر. ربي قال لك واهجروهن في المضاجع، يعني في نفس البيت. بل العلماء قال لك في بيت النوم، يعني في نفس بيت النوم، ما تخرجش على الدائره ديالو، حتى المضاجع البلاصه اللي كتنعس فيها، حتى انت تبقى في نفس الغرفه ولكن في زاويه اخرى، كتعبر على انك مقلق وانك غير راضي وانك مخاصم. وحتى واحد ميثاق لكم الاخبار، هذيك كتسمى لابوات نواغ، لابوات نواغ حتى واحد ميثاق الاخبار للعائله ديالك وللعائله ديالها، خليكم غير بعضياتكم في الاول. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، الى ان قال الله عز وجل ما نفعش هذا الشيء، ما نفعش العام الاول الشهر الاول. المرأة كتقول للرجل بأنك كلام كذا كي غيدير. هنا ربي عز وجل قال لنا واحد الكلمة اللي بعض النساء كتزعجهم، ملي قال الله عز وجل واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا الضرب هذا ربي عز وجل راه قيده، حتى بعض النساء اللي عندهم حساسية من بعض التشريعات الإسلامية وبعلة الدفاع عن المرأة يخافون من هذه الكلمة. هذه الكلمة الله عز وجل أعطاها دليل خاص وتوجيه خاص، قال لنا الضرب الخفيف الغير مبرح، ماشي الضرب ديال التشفي، ماشي الضرب ديال الحقد، ماشي الضرب ديال تصفية الحسابات.
شي واحد كيضرب مراته كيزرق لها عينها ولا كيشق لها دماغها ولا كيهرس لها الضلع ديالها. هذاك هذاك هذا قتال، هذا ماشي ضرب، هذا هذا ظلم، هذا عدوان، هذا عنف لن نقبله ولن يقبله اي انسان. ضرب ديال التشفي وديال الحق تفقد حسابات، لا هذا غير ماشي هذا هو الغرض، بل المقصود في القران الكريم فاضربوهن، قال هو ضرب لطيف يشعر بشيء من الجديه في الموضوع، ليس المقصود منه الايلام، لان الضرب هذا نطاق ضيق، حتى قال العلماء يضربها بالفوطه، يضربها بعود ارك كما كان ايام زمان. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بعض الرجال تخاصموا مع عائلتهم وطبق الايه بحرفها، اضرب المرأة وضرب ضربه واعره، فقال النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم لا تضربوا اماء الله، لا تضربوا اماء الله. حذرهم، عندكم تفهموا النص القراني توجيه خاطئ وسيء. فالنبي الاكرم صلى الله عليه وسلم قال لنا، جاء عنده مره عمر رضي الله عنه قال ذائرة النساء على ازواجهن. سيدنا عمر كان هو من المقربين الى النبي الاكرم، وكان بحال مكلف بالشؤون العامه ديال المسلمين. حنا كعندنا وزير الشؤون العامه او الامانه العامه، سيدنا عمر كان في عهد النبي الاكرم مكلف بالشؤون العامه، اداره المجتمع، وكان كيلاحظ بعض الظواهر والناس كيجي يشكيوا عليه. فسيدنا عمر استشف بان العلاقات الاجتماعيه ولا فيها نوع من العنف بين الازواج، وجو عند النساء الرجال كيشكيوا، فقال ذائرة النساء على ازواجهن، اي نشزنا نشزنا يعني، فرخص، قال لي هل نضرب النساء حتى ما يبقاش هذا النشاز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن، ليس اولئك بخياركم. ملي الرجال ضربوا النساء جاو العيالات كيشكيوا عند سيدنا رسول الله، كيقول لي رسول الله شوف فلان اش دار لي، ضربني، تكلمت معاه شير عليا بهذا الماعون، او ضربني باليد ديالو، هرسني، زرق لي عيني، شوف. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس كلهم وخطب عليهم ويقول لهم لقد طاف بآل محمد، يعني ماشي كيجوا عند سيدنا رسول الله مباشره، كيمشوا عند آل البيت ديالو وكيعطوا الاخبار، والنساء تاع النبي كيقول لي راه وقع وقع. فقال لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن، ليس اولئك بخياركم، ليس اولئك بخياركم. هادو ماشي هما الاخيار، الاخيار ما يضرب مراته ابدا. الله عز وجل ميز بين المرأة الصالحة والمرأة الناشز. واش انت عرفتي بان مرتك هي ناشز او صالحة؟ ماذا قال الله عز وجل؟ الصالحات قانتات حافظات للغيب لما حفظ الله، ولكن الناشز هي اللي قال فيها الله تعالى الضرب. والرجل لا ينبغي ان يضرب امرأته، ولا ينبغي ان يضرب خادمه، بل ولا ينبغي ان يضرب حتى دابته. في الاسلام كاين دائما لن يضرب خياركم، لك يضرب هذا ليس من خيار الناس، ما يضرب لا الخادم ولا الدابة ولا غير ذلك. ثم ربنا عز وجل من اللي ذكر هذه الآية قال تخافون نشوزهن فعيضهن واهجروهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله يجعل البركة في هذا الغضب، لعن الشيطان، مادام وقع التوافق فإن أطعنكم ما بقاش ذاك النزاع، لا تبغوا عليهن السبيلة، ما تبقاش كل مرة تسكر عليها تقول لها واش عقلت ذاك النهار اش درتي، راه غنعاود الكرة مرة ثانية، كتبقى دائما تذكرها وتنقر عليها في الصباح وفي العشية، هذا لا ينبغي. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. شوف هاد الصفتين ديال الربوبية والألوهية، ديال العظمة الربانية، إن الله كان عليا كبيرا. إلا كنتي تقوي، إلا كنتي أنت حاس براسك، إلا كنتي أنت عاجبك راسك، ما تنساش راك بشر ضعيف، والله تعالى هو العلي، والله تعالى هو الكبير. لأن كاين بعض الرجال يتقوى على المرأة، كتركبوا النزعة الدونكيشوطية، كيعود دونكيشوط، كيعود باغي يدير الفتوحات ويضرب قال لي الله بلات عليك، راه الله عز وجل بصير بالعباد، إن الله كان عليا كبيرا. كاين بعض النساء درنا هذه الامور كلها، درنا اسلوب الوعظ، درنا اسلوب الهجر،
اسلوب الخصام، اسلوب الضرب، ما ينفع شيء. فوصلنا للشقاق، هنا ربنا عز وجل قال لنا فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. هاد الزوجين ما تفهموش، وصلنا الى الباب المسدود. لابد قبل ان نحكم بالطلاق لابد ان نلجأ الى التحكيم، وهنا نستشير ذوي العقول والاختصاص، يعني كنديروا المحكمة العائلية. ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. هنا غير مجاز حكما من اهله واهلها، بعض القضاة وبعض المحامين كياخذوها بالظاهر وكيتشبتوا بها. المقصود من اهله في الغالب الاعم، يكون خوها عمها خالها، ولما لا يكون واحد من اهل المؤمنين اللي عنده القدرة انه يتحاور ويتفي الغضب ويجمع الشمل. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. هاد المحكمة العائلية كتسمى المجلس الاسري، الله عز وجل جعله من العائلة، امور عائلة، باش ما يشاش الخبر، الخبر ما يسمعوش الناس. نسترو امورنا، لان لعرفوا الناس غيعايرونا بها من بعد وغيتنقصوا بنا، نستروها بقى في العائلة باش الامور تبقى مستورة ولا تصبح سيرتنا على كل لسان. وهاد الناس اللي غادي يكونوا في التحكيم ماشي اي واحد من العائلة كنجيبو، راه كاين اللي كيجي يغرق ملي كتجيب واحد من العائلة في التحكيم، هو كيجي يغرق، هو كيجي يهدم. خاصنا نجيبو الانسان اللي قلبه كبير وكلامه حلو وباغي يجمع الشمل ويخيط بخيط ابيض. مرة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لقى واحد جوج الازواج غيتفرقوا غيتخاصموا، فبعث رجلين ليصلح بين الزوجين. خرجوا الناس قال لهم انتوما غتمشيو غديروا التحكيم وتصلحوا بيناتهم. ثم رجع، ملي رجعوا قال لهم ماذا صنعتما؟ قالوا يا امير المؤمنين راه حاولنا ان نصلح بين الزوج والزوجه فاخفقنا ما درنا والو. فقال لهما سيدنا عمر اصلحا نيتكما وعودا، عودا بنية جديدة. فعاد الرجلان فوفقهما الله ليصلح بين الزوجين. لأن القوم مادام في شنو؟ القضية غير مرتبطة بالثقافة وبالعلم وبالإنسان عنده خبرة كبيرة، القضية مرتبطة بالنية، واش أنت ناوي تصلح بيناتهم ولا غير دير بروتوكول؟ لا، خصك النية الصادقة. هاد الصحابيين اللي باتوا سيدنا عمر ما كانش نيتهم صديقة، ما كانش حاضر النية، ما عندوش الحرقة، جاي يقضي الغراض، كلمة هنا كلمة لهي، كيف كيكون دابا بعض المحاكم؟ أنا لاكارت ناسيونال، وقع هنا، أنت المحضر وقع هنا، اتفقتوا، صافي الله يعاونكم. هذا ماشي إصلاح، الإصلاح هو خصك تزلزلوا وتذكروا وتوعظوا وتخوفوا وتبشروا. خاص تلعب على جميع المشاعر، تعزف على كل أوتار النفس، لعله يبكي، لعله ينزجر، لعله لعله. فهاد الرجلين ملي مشاو بنية ناقصة قال لي احنا فشلنا، اخفقنا ان نصلح بين الزوج وزوجته. قال لي عودوا واصلحوا النية، عودوا بنية جديدة. ملي مشاو المرة الثانية فعلا ربي عز وجل وفقهما. فلما عاد الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لهم ماذا صنعتما؟ قال يا امير المؤمنين اصلح الله بينهما. فقال سيدنا عمر صدق الله العظيم إذ يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. التوفيق من الله، التوفيق من العلي القدير جل جلاله. وشحال ديال الأزواج في المجلس الأسري ديال المحكمة بعد ما قالوا احنا عمرنا ما غنتلاقاو، ربي عز وجل طفى الغضب وتلاقاو وتعانقوا وتحبوا وانتصروا على إبليس وخرجوا موفقين، عدد كبير منهم بنية صادقة. لكن كتبقى حالات ربما قد يكون النزاع والخلاف بين المرأة والرجل قوي، وباب الإصلاح يكاد يكون مسدودا ويتعذر الوفاق بينهما. هنا ملي كي الناس كيديروا جميع الوسائل، هنا ربي عز وجل ما بغاش طلاق ولكنه أبغض الحلال إلى الله، يقدر يوصل بعض الأحيان. في هذه الحالة ماشي بحال المسيحية، المسيحية عندهم الطلاق ممنوع، واليهودية الطلاق بكلمة، الرجل يقول أنت طالق بلا سبب،
والقاضي العبري يقول له هي طالق انتهى الامر. هذه في اليهودية ما المرأة ما عندها حق، كلمة كلمة طالق انتهى الامر. في المسيحية لا، يقول لك الزواج غيبقى جوست كلام مور، غادي يبقاو مبقاو بعضياتنا ما يفرقنا الا الموت. واخا ما نتفاهموش كنقول لك حنا نبقاو اصدقاء في بيت واحد، الرجل كيعيش حياته مع خليلات اخريات، والمرأة هي ربما كتقلب على راسها في جهة اخرى، وكيتلاقاو كانهم اسرة. هما ماشي اسرة، هما عايشين حياتهم بشكل حاشاكم حيواني. هذا ما كيتسمى زواج، هذا كيتسمى فساد وغير ذلك. الاسلام واقعي، اما نتلاقاو على الصدق والنية، واما كل واحد فينا يشترك ديالو. في هذه الحالة ما توافقوش كيكون الطلاق والفراق علاج ناجع، ولكن يسبقه مراحل علاجية وجرعات متفاوتة. وملي كيوقع الطلاق بهذه الطريقة ديك الساعة كيكون الزوجين حرين بأن كل واحد يعيش حياته. الله عز وجل ديما كيبشرنا بالخير، كيقول هاد الزوج ما توافقوش ما توافقوش، ماذا يقول الله رب العزة؟ وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. إلا تفرقوا دائما مضاربين، دائما مخاصمين، دائما مفرجين عليهم الجيران، دائما العائلة كتجري. هنا قال لك الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. صافي كل واحد كيمشي يشطريقو وربي كيغنيهم، هو كيجيب ليه محسن منها وهي كيجيب ليها الله تعالى محسن منه. يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذا الامر هذا كيكون كنلاحظوا في حياتنا الاسرية في المحاكم شيء مؤسف وشيء مقلق. ذكرت هذا الاسبوع كله موضوع ديال الطلاق، لانني هذا الاسبوع زرت المحكمة وشفت حالة هكذا ودمت قلب ديالي وحزنت عليها كثير. اول ما لقيت في هذا الاسبوع لقيت شابة تلقات لي باب المحكمة، قالت لي انا وقفة الطلاق. لا اله الا الله. قلت لها بنتي انت غادي الطلاق ودير الحنة؟ قالت لي لا، هاد الحنة راه باقا ديال العرس. علاش شحال باش تجوزتي؟ قالت لي يلا شهر شهر باقا الحنة ديال العرس ووصلوا الطلاق. والمرأة اللي وراها طلقت لي قالت لي انا 33 سنة ديال الزواج عشت معها الحلوة والمرة، وملي كبروا الاولاد ومشاو تفرقوا قال لي اش نقول لك لا لا. قلت لها شنو؟ قال لي رانا كتصبر على قبل الاولاد، دابا تصفية الحسابات. وقدم طلب للطلاق وقال للقاضي انا مستعد لاي حاجة المهم طلق. لقيت بان القضية مخيفة ومزعجة، وذكرنا هذه الامور هذه. ومازال غنسمعوا منكم ايها المستمعين الافاضل من اخباركم ومن مشاكلكم لغاية نوصلوا الى جمع الشمل ديال الاسر ديالنا. بغينا نعيشوا بامن وسلم وسلام. الحياة قصيرة وغدا غنودعوا، والانسان ما عنده وقت يبقى يدخل المحاكم وتخاصم وتصارع. نعمر وقتنا بذكر الله بالعمل الصالح، نقلب على نقمة العيش الحلال ونعيش بسلام. راه حتى واحد ما لقاها كيبغاها، راه الناس غير صابرين، والصبر مفتاح الفرج. الله يجعلنا واياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدنا اليكم مستمعي الافاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونذكر بأرقامنا الهاتفية لمن أراد المشاركة. أرقامنا 05-22-74-72-50 أو 51 أو 52. وكلنا آذان صاغية وقلوب واعية للاستماع إلى مشاكلكم، إلى فضفضاتكم وإلى همومكم. الغاية ليس من البوح أننا ننشر فضائح الناس، حاشا وكلا، وإنما نريد أن نستفيد من أخطاء الآخرين لنأخذ العبر والعظات، ثم نقدم بعض الحلول المناسبة للعلاقات الاجتماعية. إذا ما فشلنا في ذلك توجهنا إلى الله تعالى بالدعاء الذي هو سر من أسرار الله. الله عز وجل يعيد ترتيب البيت من جديد فضلا منه وإكرما. ونبدأ بأول مكالمة من الدخلة مع للا فاطمة. ألو السلام عليكم للا فاطمة. يبدو أن الخط انقطع، فأهلا
اهلا وسهلا بكل المكالمات التي هي في التواصل. وغنمشيو لترودانت مع لالا فاطمه. السلام عليكم لالا. سلام مدحه، شكيدي لاباس عليك؟ حفظك الله لالا وراك، الله يبارك فيك. كنشكرك كنحس بعدا ملي كنت انا كنت كنتصل بك واحد الخطره. اييه. وكنت عاودت لك على المشكل، ولكن دابا بعدا الحمد لله. الحمد لله لالا. كنت كنخاف وكنت شحال من حاجه، ولكن بعدا الحمد لله. الحمد لله، الله يحفظك ويرعاك لالا. كنت مش كتخافي لالا فاطمه؟ كان فيا الناس كنت كنطيح. اييه. وكنت متبعه الرقيه. نعم. ولكن دابا لا. الحمد لله، الله يشافي ويعافي يا رب. يعني. فاطمه انت مزوجه بنتي ولا مازال؟ لا مازال. الحمد لله. احنا ثلاثة البنات. نعم. الله يكمل لكم الرجاء. الله يكمل لكم الرجاء يا رب. يا الله يكمل لكم الرجاء. راه بعض المرات كيقدر يكون ذاك المس هو في حد ذاته مانع من الزواج، مادام الحمد لله تعالى شفيتي. ان شاء الله تعالى الموانع تزول، وقريبا يبشرك الله تعالى بالنعمه اللي كتنتظرها باذن الله تعالى. فلالا فاطمه نتمنى لك الشفاء الكامل والحظ السعيد والبركه من عند الله تعالى. شكرا لك، ونحرر المزيد من المكالمات في الانتظار. غنمشيو لقلعه السراغنا مع لالا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ ديالنا الكبير، كنشكرك بزاف على هذا الشيء اللي كتعطينا، وحق الله العظيم. استغفر الله العظيم. شي حوايج الا ما عرفوش والدينا ينصحونا فيهم كنلقاوهم فيك انتيا كتنصحنا. الله يرفع مقامك لالا زينب. الا ما قدروش والدينا يعطيوهم لينا، بحكم الثقافه على قد الحال، ولا اي واحد تجربته على قد الحال. لا اله الا الله. اش نقول لك؟ انا بغيت نسولك، اتصلت بك يا استاذي الكريم. انا واحد الايه انا بغيت نفهم المعنى ديالها، على يعني المعنى ديالها بحال نقول لك ما فهمتوش مزيان. والله واسع عليم، يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. نعم. هذه الحكمه انا بغيت نعرفها، يعني واش الحكمه كتعطى الاولياء الله الصالحين؟ نعم. ولا ما فهمتش واش يعني الحكمه اللي كيعطي الله تعالى الانسان، حنا كنسموها بركه، كنقدروا نقولوا ليها بركه. نعم. واش هي كتعطى الاولياء الله الصالحين؟ اولياء الله الصالحين كيقدروا يكونوا في اي وقت. نعم نعم لالا زينب. واخا بنت بغيت نفهم. واخا بنت على راس العين. شكرا لك لالا زينب من قلعه السراغنا. قلعه السراغنا كيقولوا سر الغنى، من اراد الغنى يمشي لقلعه السراغنا، وفيها الصالحين وفيها الذاكرين لله تعالى. هذا سؤال وجيه بنتي، قضيه الحكمه. الحكمه ماشي هي العلم، العلم وحده، العلم هو قرايه، حفظ، استرداد. انسان كيقرا واحد العلم معين كتلقى حافظ النصوص وحافظ المعلومات، كتلقى بحر من المعلومات. المعلومات اليوم ما بقاتش مهمه. كان ايام زمان الامام ابو حامد الغزالي في القرن الخامس صاحب احياء علوم الدين، كان كيقول واحد الكلمه، قال لك المعلومات على قارعه الطريق، المعلومات موجوده على قارعه الطريق. ذاك الزمان ملي كانت الكتب الصفراء. فما ظنك اليوم وحنا عندنا الثوره التكنولوجيه ديال الانترنت، اغا كتكليكي مباشره كتجيك هذيك المعلومه اللي بغيتي. اليوم المشكل ماشي ديال المعلومه، وانما ديال الحكمه. شنو هي الحكمه؟ في تصريف المعلومه. الحكمه هي حسن الفهم وحسن الاستيعاب وحسن التبليغ وحسن التدبير. بعض الناس من الفقه قالوا الحكمه مقصوده هي الحديث، لان ربي عز وجل اعطى لنبيه القران ثم اعطاه الحكمه، يؤتي الحكمه من يشاء. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمه، لما قال لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمه، جعل الكتاب وحدة الحكمه هي السنه. بعض العلماء قالوا هذا الفهم، ولكن الحكمه هي اوسع من ذلك، هي مش السنه، هي فقه التعامل والفهم والاستيعاب. هي بحال حنا كنتكلموا عن فن التواصل، كيفاش ممكن تبلغ الفكره الى احسن مقام. هذه الحكمه هي قد تكون عند انسان ويلا بدي في الايمان،
ملي كان النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم جاب واحد القبيله غيتفاوض معها وبعثوا واحد المفاوض، وذاك المفاوض هو كان مشرك يلا بغى يعرف الاسلام، ولكن كيتفاوض بطريقه جميله، كيتفاوض هو هادئ الطبع وهو مبتسم وكيعطي الدليل وكيبغي ياخذ الجواب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احب هذه الصفه في هذا الرجل، ولم يكن مؤمنا، فقال لي قال لي هذا خلق من اخلاق الله. ذاك الرجل عجبه الحال فاحب الدين فاسلم. كنلقاو بعض الحكمه عند انسان بعيد عن التدين، ربما قاري ثقافه فرنسيه، ثقافه انجليزيه، ثقافه غربيه، ثقافه دنيويه، وعنده هذه الحكمه. هي كتجي عن طريق الدربه، عن طريق الاحتكاك، عن طريق التربيه، عن طريق التوجيه. وكاينه حكمه اخرى ربانيه، هذيك بوحدها، هذيك كيعطيها ربي عز وجل لمن احب من العباد. اعطاها الله الى لقمان عليه السلام، كنقولوا حكمه لقمان. لقمان كان عبدا اسودا وكان من العبيد، ولكن كان له قلب من جوهر، واعطاه الله الحكمه. كان يقال بانه خذ الحكمه من ماذا؟ كثره الصمت وكثره التدبر. كان دائما ساكت صامت، ولكن كثير التدبر، وكان صابرا محتسبا. ويروى بانه كان في المنام جاءت الملائكه قالت لي: يا لقمان، اتريد ان يعطيك الله الحكمه ام الحكمه؟ قال لهم: لا، الحكم الى ربي عطاه لي من عنده يعاونني عليه، ولكن الى طلبت منه انا ما بغيتوش، ما نقدرش عليه. قالش كتفضل، الحكم او الحكمه؟ قال لهم: الحكمه. فنام لقمان، قال لك: فجاءوا بطست من ماء فشربه، وهي حكمه شربها. فولى سيدنا لقمان لا ينطق الا بالحكمه، وربي عز وجل افرض في كتابه العزيز سوره بكاملها سماها سوره لقمان، لكي يوجه وصايا. يا بني يا بني، كي دائما كيتكلم على ولده وكيعطيه وصايا في العقيده والتربيه والتوجيه. الوصايا ديال لقمان المذكوره في القران حوالي 10، ولكن في الاصل ديالها تتجاوز الالاف المؤلفه. كان سيدنا لقمان غير كينطق بالحكمه، جات من لسانه. وهكذا كان الصالحون من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ، كتلقاهم كينطقوا بالحكمة، كينطق كيتكلم: أنطق الله الذي أنطق كل شيء. هذه الحكمة كيكتسب الإنسان أولا من الصمت الشديد والتأمل الواسع والصبر والاحتساب وأخذ العبر والعظات، وقد تكون هبة من الله جل جلاله. كنسمو بعض الناس يقول لك: ذاك مجدوب، جذبته رحمة الله، جذبته رحمة الله، كينطق شي كلام ما تعرف منين جابو، وكلها عطاء من الله تعالى. فهو قال: والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء، يعني كيعطيها لمن أراد. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة حسن الفهم، حسن الاستيعاب، حسن التبليغ، حسن التدبير، وكتكون مرتبطة بكاريزما. يكون الشخص الحكيم عنده شخصية كاريزماتية، كاريزما انه عنده قدره على تسيير الجماهير، قدره على انه يقنعهم، القدره على انه يسيرهم. فالحكماء عبر التاريخ لابد من الحكمه في القول والكاريزما في الشخصيه باش تكمل المهمه. فاسال الله الكريم ان يرزقنا واياكم جميعا الحكمه وفصل الخطاب. اللهم امين يا رب يا كريم. نتحول من قلعه سراغنا الى الخميسات مع اخينا السي ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسيدي سي قريبا كنشكرك على البرنامج القيم. العفو مولاي. وأنا هذا الموضوع ديال الطلاق موضوع جيد والناس يتعظوا به، لحقاش الطلاق أولا شكون اللي كيكون الضحية ديال الأبناء. فعلا. لأنه كيشر السبب الرئيسي والتشرب اللي كنلقاو في الشوارع وداك الشيء، انا كنظن بانه هو الطلاق. ما شاء الله، فعلا اخويا. يعني انا الطلاق انا كنشوف انا ماشي هو الحل المناسب. لانه لو كان الطلاق حل المناسب كان كاع البشر كاع الرجال يطلقوا، ولكن انا كنظن ان التفاهم بين الرجل والمراه هو الاساس، لان الشيطان هو فاش كيستنى ديك اللحظه ديال الطلاق تما اللي تيبغي يشرب كيقول مثلا حنا الفرق بين المراه والرجل، ولكن انا كنظن انا كنكون لو كان كاين شويه تفاهم تيتفرعوش الرجل والمراه ما يبقاش هاد المشاكل والطلاق.
لا اله فعلا اخويا ناصر فعلا كلامك وجيه. لحقاش انا كنشوف اذا جينا نشوفوا السبب الرئيسي ديال التشرد اللي وقع في هذا الزناقي كنلقاو داري ناعسين في الزناقي كنقولوا احنا بالدور اللغه الدارجه كيبقاو يتشمكروا وبقاو يشموا داك مثلا كنقولوا احنا داك المعجون داك السوزيون. انا كنشوف السبب الرئيسي هو الطلاق لانني كنعرف انا بزاف الناس عاودوا لي هذه البشره الداري كنخدم انا في الشركه في واحد الشركه في الريزو كنلقى الداري ناعسين في الشوارع كيبقاو فيا كنقولوا انا السبب الرئيسي بلا ما يقول لي شي واحد تعرفين هذا الطلاق لانه ما كاينش طلاق ما بقاش هذه المشكله الانحراف وهذا الخروج. اكيد اكيد خويا نصر اكيد سي نصر للاسف انقطع عن الخط. شكرا لك سي نصر على هذه الكلمات الوجيهه وفعلا انت صائب بان الطلاق له كوارث خطيره وله مخلفات مرعبه والضحيه الكبرى هم الاولاد. وحنا كنعرفوا في المجتمع ديالنا شحال ديال الجرائم شحال ديال الانحرافات سببها ان الاولاد ابائهم مطلقين. اما الولد كيمشي للانحراف اما كيمشي للعقد النفسيه واما كيمشي للتطرف الديني. المهم خصو يبعد من المجتمع ويصبح معول هدم وقليل القليل اللي ربي عز وجل كيسخر ليه الاجداد او الاخوال او الاعمام وكيحتضنوه وكينشا نشاه حسنه. نسال الله السلامه والعافيه. شكرا لك سي نصر من الخميسات. غنتحولوا الى اقليم صويره مع لاله ملكه. السلام عليكم اختي فريده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لاباس عليك بخير. حياك الله لاله الله يبارك فيكم. بارك الله فيك شكرا بزاف للزياره ديالك الصويره ان شاء الله تستفدوا منك. العفو منتي. اقترحت المواضيع ان شاء الله تستفدوا وراه بالمناسبه راه الاجمالي ديال السيد اللي كيهضر معكم ديال الصغر السائق بالطاكسي الحاج. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا تنسى عليكم كان من جمعية كانت معكم. حفظك الله. حفظك الله بنتي. بغيت نقدر نشكر الوالدين الجميع وكنشكر كذلك الناس اللي السائقين تبارك الله ديال الطاكسيات ما شاء الله. وكنشكر الطاقم ديال الاذاعه ميد راديو كذلك. شكرا. وفي اخر حلقه كنت في دعاء ان شاء الله غادي نستعمل دراسه عسكريه. تبارك الله. كنت درت واحد العمليه درت سنه بيضاء وبالتالي وكنت في السنه وكنت الحمد لله غادي يسعدني الله وغادي ان شاء الله يا رب. يا رب كريم الله يشافيك ويعافيك ويداويك وينجحك. امين بارك الله فيك. شكرا لاله ملكه. شكرا لك بنتي وتحيه كبيره للسائقين ديال الطاكسيات اللي واحد الجمهور عظيم اللي هما يا من هذا المنطلق احنا عارفين مهنه المتاعب ومهنه فيها الكثير من الاشكالات القانونيه ورزقها على قد الحال ولكن مقامك حيث اقامك طلب الله تعالى ان يوسع لهم الارزاق ويهيئ لهم الاسباب ويسوي لهم المشاكل ديالهم. راهم هذه الايام في صراع لمدونه خاصه بحقوق السائق ديال الطاكسي وغيرها. نسال الله تعالى ان يوفقهم للخير. شكرا لك لاله ملكه من الصويره وطلب الله تعالى انه يشافيك من هذا الداء. ماشي مشكل تكون عندنا السنه بيضاء. دائما الانسان يكون متفائل ويكون عنده الامل عمره ما يشوف دائما اش خسر يقول اش غنجز. ما تقولش اش خسرت اللي مشى مشى ولكن امامي مازال مشروع كبير ماذا سوف انجز. ان شاء الله السنه البيضاء تكون سلامه وعافيه والسنه المقبله غتستجمعي القوه ديالك وغتدخلي بشكل جيد في الدراسه وغتكون ان شاء الله نجاح بتالق باذن الله تعالى. الله يكمل لك رجاء. نتحول من اقليم الصويره الى اقليم وجده مع اخينا السي مصطفى. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ كوري بارك الله عليك. الله يبارك فيك مولاي. حياك الله استاذ. حياكم الله خويا وبياكم. نهار كبير هذا اللي اخترنا معك فيه. اعزك الله مولاي. نعم صدقي بالنسبه للموضوع ديال الطلاق هو فعلا موضوع يعني شائك وموضوع كتكون عنده عواقب وخيمه نظرا يعني للتسرع اما من الزوج او الزوجه. نعم. كنتمنى يعني التوفيق ان شاء الله جميع
زوج المسلمين والزوجات ان شاء الله. اللهم امين يا رب يا كريم. استاذ اني عندي شي مشكل بغيت نقولك. ايه يعني هكا استاذ كنت خاطب باش خطيبه مؤخرا. نعم. يعني هكا مع بدون سبب يعني غير ما كاينش سبب كتقول لك صافي انا ما بقيتش باغا وفي الخدمه هكا ما مدخلش يعني كتحطي يدك مع لله الله لا اله الا الله سي مصطفى الله ينورك يا رب يا كريم الله يكمل لك رجاء اخويا مصطفى لا تحزن لا تحزن اخويا مصطفى قد السيده ربما ما وقعش توافق الا كانت مكتبه راه غتكون من النصيب ديالك لان قضيه الزواج ذكرناها مرارا بانها قضيه محسومه قضيه الزواج راه هي قضاء وقدر اذا جاء القدر تعطل العقل وتعطلت الاراده ولا يكون الا ما قدره الله غير كن مطمئن اذا شفتيها بانها ميسره وجايين عندك امور مباركه راه قدرك اذا شفتي العكوسات والموانع والصراعات والخصامات راه ماشي قدر ديالك خلي الامور تمشي هكذا طلقها ما تخليهاش مشدوده الزواج مكتوب في السجل المحفوظ فلان لفلانة وفلانة لفلان فإذا هم فلان أن يتزوج بفلانة الملائكة المطلعة على اللوح المحفوظ تضرب بأجنحتها وتتصايح وتقول ما بال فلان يريد أن ينكح زوجة فلان وما بال فلانة تريد أن تنكح زوج فلانة وتبقى الملائكة تتصايح تقول هادشي غير مكتوب عندنا في السجل المحفوظ فيتفرق الامر ولكن ملي كيكون داكشي مكتوب عندهم كيلقى الرجل مع المراه وخا المشاكل وخا الصعوبات كتقول الملائكه الان ثبت الحق الان ثبت الحق بمعنى ان هذاك الزواج مكتوب عند الله تعالى في السجل غير كن مطمئن اخويا مصطفى الا كتت سيده من النصيب ديالك الله يكمل لكم الرجاء باذن الله تعالى والعمل العمل بعض المرات كنلقاو صعوبه في العمل ديالنا هذيك كنسموها حنا اشتدي ازمه تنفرجي الصعوبات يقدر يكون ربما من زملائي في العمل ما كاينش تفاهم من رئيسي في العمل ربما شديد الطباع ربما العمل في حد ذاته متعب ربما رزقه قليل ربما اشياء كثيره كتحط بالانسان الى العمل كان غير مناسب ممكن لما لا نغيره ربي عز وجل يقول عن نفسه العاليه كل يوم هو في شان جديد الله تعالى يحب التجديد الناس كيتكلموا على الحداثه والتجديد في القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب حداثي ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا محدث بمعنى أنه جديد يتجدد والله عز وجل هو نفسه يتجدد كل يوم في أفعاله وفي تصرفاته كل يوم في أمر جديد دائما يتجدد لا دا خويا العمل ما عجبنيش نبدله لكن أحيانا يكون الإنسان ما عنده بديل ما عنده خيار أش غادي ندير ونقول إذا لم أجد ما أحب فالأحب ما وجدت الشيء اللي وجدته غنحبه وغنحاول نقتنع به ونصبر ونقلب على التقنيات ديال الاصلاح الا كانت علاقتي مع رئيسي نحاول اتواضع معه واتود معه الا كانت مع زملائي نحاول نصبر ونحتسب ونبادلهم بالابتسامه الا كان المشقه في العمل نصبر ونطلب من الله تعالى المعونه الا كانت صعوبه في تدبير الشؤون ديال العمل نتعلم هالتقنيات وندعو الله عز وجل بالتيسير إذا شفتي راسك بأنك مزير مازال يا أخي الفاضل غنستعنوا ببركات الله من بين البركات تلاوة آيات مخصوصة في الليل قرأ سورة الفتح وسير الخدمة وغتشوف قل إن فتحنا لك فتحا مبينا قرأ بإخلاص وبيقين وسير غدا الخدمة ويبارك الحمد لله العمل ديالك كأنك عريس جديد كأنك الحمد لله فرحان وكل شيء ميسر ورئيسك يرضى عنك وزملائك في العمل يرحبون بك والمشقة ديال العمل كتزول وكل شيء كيتيسر والرزق وفير والبركة كثيرة اقرأ سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا وسير العمل وربي غادي يبارك وتصدق يا أخي الفاضل تصدق وإن شاء الله غتلقى الخير في القريب العاجل الله يكمل لك الرجاء والله يسعد القلب ديالك وينور الطريق ديالك اللهم امين يا ربي يا كريم. ونتحول ايها الاحبه الكرام من وجده الى الدار البيضاء مع لاله الزهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا خويا دابا صديق. حياك الله اختي. كنشكرك على البرنامج. الله يبارك فيك لاله.
دائما كنصنطو ليه، ما كنعزلو كنصنطو ليه. الله يرفع مقامك. خاطر تخلي واحد المدة فارغة 3 أيام شوية فارغة في الأسبوع. الله يرفع مقامك لالا. بارك الله فيك، بغيت نشارك معك في هذا البرنامج. نعم. هاد السؤال ديال الزواج وهاد أنا باقا عازبة 42 سنة وباقي عندي المانع خويا. لا إله إلا الله. كيجيو الناس وما كيكملش. لا إله إلا الله. إيوا الحمد لله. وكان نتمنى الشباب ميبقاوش يتفداو على البنات، كيف كيوعد البنت بالزواج وكل شيء وكتعرف العائله ديالها وكتوجد المسائل، كتوجد هذوك المسائل كاع تقول لي صعيبه عليه ولا تقلي غادي ثقيله كنوجدها. في الاخير في اخر لحظه كيخليها وكينفارس للاسف بدون سبب بدون حتى شي حاجه. هذا ظلم، هذا ظلم. وكنبغيها زعما تنصح زعما الشباب يحبوا شويه على بنات الناس، لان بنات الناس ودير اختو ودير بنت اختو ودير بنتو، فهمتي ديرها في هذا الموقف هذا. نعم فهمتي. واش غنقول لك الزواج اسمه نصيب كما كيقولوا الناس، هذا الشيء مع الله سبحانه وتعالى. يا اختي زهراء. وكنتمنى منك الدعاء جميعا. يا رب يا رب لاله زهراء، يا رب يا كريم. بارك الله فيك. الله يكمل لك الرجاء بنتي. يا رب لحق لك الرجاء. امين. لحق لك الرجاء يا رحمن يا رحيم. اللهم امين يا رب يا كريم. امين. لا اله الا الله. شكرا لك بنتي زهراء، وفعلا الاخت زهراء شارت هذه الظاهره اللي ولات مقلقه في حياتنا بحكم تواجد وسائل التواصل، ولات متاحه الانترنت، الفيسبوك، تويتر، الواتساب، ولات العلاقه بين الرجال والشباب والشابات ولات التواصل سهل. من قبل ايام زمان كان الرجل اللي بغى يوصل للمراه خصو ما عينها وما لونها باش قدر يالله يوصل. دابا الان ولا كلشي ميسر، حتى ولا ما بقات عنده قيمه، ولا خلى بعض الشباب ما عنده علاقات كثيره، ولا كي ربما كيوعد هذه بالزواج ووعد هذه ووعد هذه، هو ما عنده نيه، النيه ما حضرش، باقا مازال ما حضرش النيه، وكيجرب راه كيدوز الوقت. والبنت مسكينه كتكون عاطفيه وكتكون احساسها صادق ودغيا كتربي الكبده، وكيوعدها بالزواج وهي كتقول لامها وخواتاتها وصحاباتها، وكتسنى امتى غادي يجي فلان، غدا غادي يجي، بعد غدا غيجي، حتى لاخر لحظه يقول لها راه استشرت مع الوالده وقالت لي لا، الوالده قالت لي راه بنت خالتك ولا بنت عمك ولا بنت جاركم، وراه سمحي لي ما نقدرش نخالف امر الوالده. وهي ما كان لا والده لا والو، هو غير هو ما ناويش، غير كيدوز الوقت، ملي وصل الجد راه كيحاول ينسحب. الشباب اللي كيديروا هذه الامور هذه راه كيخلفوا وراهم واحد الحاله من الدمار النفسي عند الفتيات. شحال ديال الفتيات صابوا بالمس، والعائله كيقولوا مسكينه مسحوره، مسكينه مضروبه بالعين. ملي كتبغي تعالج ديك البنت وكتسولها كيفاش الهم ركبها، كتقول بانها دارت علاقه عاطفيه مع واحد الشاب معين وكتمنى انه يجي يزور، وفي الاخر تخلى عليها وتزوج غيرها، وهي شعرت بانها تدمرت من الداخل، كتبقى تبكي بالليل وبالنهار وكتشوف راسها في المرايا، علاش انا بدلني بفلانه، وكتبقى مسكينه في ديك المرايه بالليل تكتخطف. انا دي كونسيي تشوف في المراه بالليل كيتخطف وما كتصب بالمس، وكتلقى معاناه شديده. وهنا كنقول للشباب ديالنا ليس من صفات المؤمن انه يعد الفتاه بالزواج ثم يتخلى عنها، هذيك من صفات المنافقين اللي قال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه المنافق 3، اذا وعد اخلف، كيوعد وكيخلف. هذه من صفات المنافقين ليس من صفات المؤمنين. والفتيات ما يحاولوش ما امكن انهم يفتحوا الابواب بزاف للشباب. داك اللي بغى يتزوج راه ربك كيعرفها، وراه الوالد ديالي ولي امري غيدق عليه الباب، وخلي الرجال يتكلموا بعضياتهم، كتكون ديك الساعه فيها الامور رزينه. ولكن غير الشاب والشابه بعضياتهم كيعد نوع من الامور ماشي بجديه. فاسال الله تعالى لاله زهراء ان يحفظك ويرعاك ويكتب لك الزوج الصالح في القريب العاجل. لا تخافي ولا تحزني، مازال امامك طريق طويله باذن الله. كنقول هذه المواضيع ايها الاحبه الكرام لان هذه القضيه مرتبطه بالقضيه الوطنيه. احنا في بلادنا المغرب بغينا دائما يكون دائما عزيز، بغينا دائما المجتمع ديالنا يكون فيه الامن والامان والسلم والسلام والخير والازدهار، وبغينا خصوصا المؤشر ديال الامن والمؤشر ديال الازدهار هو الاسره. كل ما كانت الاسره مستقره، كل ما كان العلاقه بين الزوجين مبنيه على الموده والرحمه، راه الوطن كله مرتاح وكله في امن وامان. فنطلب الله تعالى يحفظ بلادنا
ويحفظ وطننا ويحفظ الأسر ديالنا ويحفظ أولادنا وبناتنا، ونكون دائما في بلادنا معززين مكرمين فرحين مسرورين. اللهم آمين يا ربي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعود مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك الذي نريد منه نشر المحبة والمودة بين الأزواج، ونريد أن نحافظ على استقرار الأسرة الضامن لارتقاء المجتمع والضامن لسعادة الوطن واستقراره. نسأل الله تعالى أن يبارك للجميع. اللحظة نتحول من الدار البيضاء إلى مكناس مع للنزهة. طيبا. السلام عليكم للا. كيف لاباس؟ الحمد لله للا، الله يبارك فيكم. بخير. أكرمك الله. الحمد لله الحاج. ما نخليك عندي واحد الأسئلة ومن بعد عاد ندخلوا في الموضوع ديال الزواج هذاك الشيء. مرحبا للا نزهة. السؤال الأول على صلاة العشاء. نعم. واش ممكن جوج ركعات الثانية، واش ممكن زعما تقرأ الفاتحة ودير شي سورة أخرى؟ نعم. والسؤال الثاني، واش بحال دابا الانسان الى تغدى نعم وخرج شاف شي حد براني مثلا راجل براني وديك الشيء ولا سلمتي عليه ولا شي حاجه، واش نعم الوضوء كيتبطل؟ نعم هذه الاسئله خلاص اللي هذا. واما بالنسبه للطلب ديالي، الله يخليك بغيتك تبعي معنا انا وخواتاتي نعم وفي الاخر ديال الحلقه ولا دابا ولا اللي بغيتي خلاص. يا رب. احنا ثلاثة الخواتات باقين بلا زواج، و واحد الاخ ديالي كبير تاور علينا 50 عام باقي بلا زواج. لا اله الا الله. ما عرفتش الحاج واش ما نعرف ما فهمناش زعما شنو حنا زعما مقبولين الحمد لله، ولكن هاد القضية ديال الزواج شوية ما نعرف واش ما فهمت انا كاع. لا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله. الله يكمل لكم الرجاء لا ننزعها. الله يكمل لكم الرجاء يا ربي يا كريم. الله يسعد القلوب ديالكم. لا إله إلا الله. شكرا لك أختي نزهة. وفعلا فعلا أمر محير. كنلقاو عائلات مباركة. أنا ياما دخلت البيوت ديال عائلات مباركة، عائلات من مختلف المدن المغربية وفي الدار البيضاء بلا عد ولا حصر، وكتصدم وكتفاجأ ملي كتلقى العائلة عائلة كريمة، عائلة محافظة، عائلة متخلقة، وأعطاهم الله تعالى بنات في سن الزواج وفيهم جميع صفات الحسن والأخلاق على درجة عالية جدا. وتوحد ما تزوج لا الذكور لا الإناث. الأم كتلقى مسكينة شادة في راسها كتقول ما عرفتش اش وقع لأولادي، أنا بغيتهم ملي كبروا بغيت نشوف الأحفاد ديالي. حتى واحد ما تزوج لا الكبير لا الصغير لا الذكور لا الإناث كطرح أكثر من علامة استفهام. القضية ماشي مرتبطة بغلاء معيشة ولا بعدم توافق نفسي أبدا، لأن المال موجود والجمال موجود والرغبة موجودة، ولكن أش وقع؟ اللي وقع هو كاين هناك مانع قوي كيكون ما بين هاد العائلة في الزواج. داك المانع ما كيبانوش، هما كاع ما كيبانوش. سولت مرة واحد الشاب تقدم لديك الفتاة في العائلة، بينو بينك لي خويا حنا رجال وعيبنا واحد، قل لي علاش خطبتي ديك البنت وتراجعتي؟ قال لي انا عجبتني العائله وعجبوني الاخلاق ديالهم والشكل ديالهم وكنت جاي ما عرفتش داك الشيء اللي وقع لي ما عرفتش. يا خويا قل لي اش حسيتي؟ ما قدرش يعبر باش كيشعر. فهمت بانه كتجي حاله نفسيه انها مخيفه مرعبه مشمئزه كيرجع للنور. هذاك هو اللي كيتسمى المانع. هذا المانع ايها الاحبه الكرام له اسباب كثيره. كاين بعض مرات بعض العائلات اللي دمهم حلو، الدم الحلو كتشد فيه العين بسرعه والعين حق. قال النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود والعين حق. وقال بان العين كتسبق القدر، احيانا العين كتسبق القدر ولا يرد القدر الا الدعاء. العين حق كي كتصابوا بالعين رمى ويل لمن اشارت اليه الاصابع ولو بالخير. غير الناس تابعينهم هكذا مسكين ولات عندهم تابعه، تابعينهم الناس وقالت لهم تابعه. وكاين الله حفظنا واياكم عندهم الحسد، محسودين، محسود شوف هما كيديرين وحنا كيديرين، كيبقى ديك المقارنات. ربي عز وجل قال لك ما تبقاش تمد عينيك الى ما متعنا بازواجا منهم، ما تبقاش تقول فلان عنده داك الشيء اللي عطاك ربي قنع به، ما تبقاش تلاحظ الناس وتحسب عليهم.
راه كدير لهم بلوكاج. وكاين الله يحفظنا واياكم اللي كيكون معمول لي عمل شيطاني هذا معروف. وكاين في القران الكريم السحر حق وكيكون غير في الشر ما يكون في الخير. يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه يتعلمون يعلمون الناس السحر علم له اصول وله قواعد. وكاين بعض الناس القلوب الضعيفه كيتعلموه وكيتيقوا به. ربما في الظاهر عندنا المجتمع ما كاينش، ولكن ياما سمعت في المكالمات الهاتفيه بالنهار خارج البرنامج اعترافات ديال النساء كتقول لك الله يغفر ليا راني كنت كنمشي عند الشوافه وراني كنت كندير كذا وراني كنت كندير كذا. اهو فلان كدير ما كتصدقش، لان الانسان ضعيف ملي كتسد عليه الابواب كيبدا يصدق اي حاجه. والاحصائيات الرسميه بان السوق ديال الشعوذه في بلادنا راه مخيفه ومقلقه. راه غير في مدينه مثلا بحال الدار البيضاء الاحصائيات الرسميه راه ما يزيد عن 300 واحد يشتغلوا في مثل هذا الميدان. وكيشتغل معروف، عارفوا المقدم، عارفوا فين كاين، وكيشتغلوا بخفاء، ولكن هو كيتلبس بصوره اخرى خفيه. هادشي كثير عندنا في المجتمع هو سبب كيقدر يكون معمول لغيره ويصيبك منه نصيب. كيقدر يكون داك السحر مشموم او مرشوش او ماكول او غير ذلك. وكاين حاله اخرى وهي ان البيت تاع بعض العائلات كيكون عندهم الروح الخبيثه اللي هي يكون من المس الروح الخبيثه كتكون محاطه بالبيت وكتمنع ما تخلي حد يوصل عندهم. هادشي كله اسبابه كثيره. وكاين اللي هو غير قدر الله قسمه ونصيب. على كل حال الانسان اذا كان قسمه ونصيب راه القدر لا يغيره الا الدعاء. إذا كان قدر من الله لا يغير إلى الدعاء. إذا كان هذا الأمر سببه عين، حسد، سحر، مس، هذا كله غيتحيد بماذا؟ أن الإنسان ينخرط بقوة في ذكر الله، ينخرط بقوة في ذكر الله، يعمر قلبه بعقيدة لا إله إلا الله، هي الوحيدة 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 وأكررها، الشيء الوحيد الذي يقهر الحسد، يقهر العين، يقهر السحر، يقهر المس، هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة سر الوجود، مفتاح الجنة، نكررها بقوة بقوة بقوة، ماشي بلساننا، بقلوبنا حتى تنقش على صفحات القلب. هذه هي الوحيدة القادرة على أنك تهلك كل شيء. فأسأل الله الكريم لن نزهى أن يرفع عنكم هذا البلاء وأن يفتح لكم باب الفرج وأن يسعد قلوبكم جميعا بالزواج. أما عن سؤالك الفقهيين قضية صلاة العشاء، واش ممكن نصلي الركعتين الثانيتين بالسورة والفاتحة؟ لا، السورة ديال العشاء هو في أربعة الركعات، الركعتين الأوليتين كتكون بالفاتحة والسورة جهرا. كنقرأوا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ومن الإنسان يقرأ مع السورة جهرا، وكنديروا التحية الوسطى. والركعتين الثانيتين كنقراو غير الفاتحة فقط بدون سورة. هذا راه خطأ شائع، شحال ديال الناس كيصليو الفاتحة والسورة. مرة واحد السيد صديق ديالي كبير عنده في الخمسين من عمره، من صغره هو كيصلي، وكيصلي دائما العشاء والمغرب والظهر والعصر الركعتين الأخيرتين بالسورة والفاتحة. وحمر ويقول لي ما عرفش علاش الامام كيسبقني ملي كنصلي الركعتين الاوليتين بالسوره والفاتحه كنكون قد مع الامام، والركعتين الثانيتين الامام كيسبقني. قلت لي لعل الامام راك كيصلي عادي. قال لي لا كيسبقني. اش كتقرا نتايا؟ قال لي كنقرا الفاتحه والسوره. قلت لي راه خطا، قرا غير الفاتحه فقط في الركعتين التاليتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الركعتين الاخيرتين كنقرا فقط الفاتحه بدون سوره. هو مسكين اكثر من عنده 50 سنه وزياده وعمره من صغره كيصلي بهذا خطا عاش معه. وهذا تنبيه مهم، شكرا لك للنزهه. اما قضيه الوضوء ملي كيتوضا الانسان، المراه لا توضات وشافت راجل او راجل شاف امراه ما عليه والو. متى يكون عليه؟ العلماء كيقولوا في السلام اذا كان السلام بشهوه. دابا المصافحه واش هي تنكد الوضوء ام لا؟ النظر مازال عليه كلام، ولكن المصافحة هي اللي كثيرة في المجتمع ديالنا، الناس تعودوا عليها. بعض الناس متدينين متخلقين، ولكن كيلقى المرأة وكيسلم عليها كيمد يده. هو من السنة لا ينبغي، هي ماشي حرام وماشي مباحة، هي العلماء وضعوها في وضع مكره. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اش قال لنا؟ قال لنا لئن يصافح
لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يصافح يد امرأة لا تحل له. يعني امرأة زميلة في العمل تلقيت معها في واحد المكان عام، لا ينبغي أن أصافحها، ما صافحهاش. الخطاب النبوي الشريف هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تحذير، قال لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، ذاك المخيط اللي كان خيطوا به الخشب الشمرتل، هذاك المخيط برا غليظة بحال القتيب، لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه وعر مؤلم خير له من أن يصافح يد امرأة لا تحل له. هنا بعض العلماء قالوا التحريم، وبعض العلماء اعتبروا هذا الشيء معتاد، ولكن الصواب أنه مكروه ماشي حرام ماشي مباح، مكروه. لماذا هذه الصيغة؟ هذه الصيغة فيها التخويف، ما فيهاش النهي الصريح، فيها التخويف وأن الإنسان يتنزه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مماثل عن الشعر، قال لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ الشعر. كان الشعراء ديال الجاهلية كيقولوا كلام شعر كثير فيه العربدة وفيه الخمر والتغني بالفساد والتغني بكذا، فقال لهم لا ما تقوش قولوا الشعر، لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يعني يعمر كله، خير له من أن يمتلئ الشعر. ولكن فيما بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم اتخذ له شعراء يدافعون عن الدعوة الإسلامية، منهم حسان ابن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهم من ذلك. فمن ثم قال العلماء هذه الصيغة تشبه الصيغة الأولى ديال المصافحة، ما فيهاش النهي المطلق وإنما فيها التخويف والتحذير والتنزه. فالمرأة إذا كانت توضات أو الرجل توضى ثم واحد تلقى معه مصافح سلم، العلماء قالوا إذا كانت المصافحة بشهوة انتقد الوضوء، لابد تعاود الوضوء. إذا كانت مصافحة بريئة ما وقع لك في نفسك والو، ما عليك والو. والناس في هذا الأمر مراتب، كاين اللي هو دم بارد ما كيشعر بوالو، وكاين اللي هو عنده إحساس مرهف سرعان ما يصافح فيشعر بقشعريرة في جسمه ينتقد وضوءه، لابد أن يعيد الوضوء للصلاة. وأسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يرشدنا إلى الصواب، اللهم آمين يا رب. شكرا لك لنا نزهة من مكناس. نتحول إلى إقليم العرائش مع أختنا ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سلام دكتور قريبا. أهلا وسهلا بك ليلى. أهلا بنتي. عطاك دكتور بغيت نعاود لك واحد المشكلة عائلي. مرحبا بنتي تفضلي. كنا خوتي دور فورا كان ننساش واحد ما كي بحال عكس الزواج مكسرين ولا الزواج مرة ما عندوش الكامل ماشي الله ولا ما شاء الله. بغيتك تدعي معاهم تعود الخير الله يرحمك الوالدين. يا ربي يا كريم. بنتي ليلى ما وضحتش لينا علاش ما عندهمش لقانا، واش هما خايفين من الزواج ولا ما عندهمش الرغبه في الزواج ولا مراد جسميا ولا اش وقع لهم؟ لا ماشي الرغبه، عندهم امكانيات وكل شيء، ولكن الكلمه ديال الزواج رافضينها من بالهم تماما. شحال العمر ديالهم الكبير؟ الاول العمر ديالو 33 عام. ايه والثاني عاوتاني 31 عام. لا اله الا الله، الله يكمل لهم الرجاء يا رب. الله يكمل لهم. شي واحد ما كيذكر شي زواج على بال. لا اله الا الله، الله يسهل عليهم اختي ليلى، الله يسهل عليهم بنتي، الله يسهل عليهم ويفرحهم في القريب العاجل. شكرا لك ليلى. وفعلا بعض المرات كنلقاو بعض الشباب ما كيذكرش الزواج، ما هو السبب؟ السبب ربما انه شاف تجارب فاشله في الجانب ديال الحياه ديالو وخاف من الزواج. كاين اللي ربما راسو عامر بحاجه اخرى، كاين اللي راسو عامر بالكره مهتم بالمباراة ديال كرة القدم، كاين اللي الراس ديالو عامر ربما بالخدمة، يعرف غير يخدم، باغي يجمع الفلوس، باغي يدير المستقبل، كاين اللي راسو كل واحد واش وقع عليه، وكاين اللي عايش شي تجربة خفية لا يعلمها إلا الله تعالى، لأسباب كثيرة والتجليات متعددة والعلم عند الله سبحانه وجل علاه. ليلى المفروض أن أنتم كبنات في العائلة تحمسوا خطوتكم، تحمسوهم، خويا انت غتزواج، خويا ان شاء الله في العرس ديالك غنلبس واحد القفطان جيد، دائما كنمنيه بهذا الشكل هذا. بعض المرات كيقدر يكون ذاك الرجل كيقول بان عنده عكس، واحد الكلام ما بغيتش نقوله ولكن هو في الثقافه الشعبيه ليس من الدين، الثقافه
ثقافه شعبيه. كاين الراجل اللي فعلا ما باغيش يتزوج، عنده الامكانات وعنده المال، هو باغي في نفسه، ما قادرش، مكتف. من الامور الشعبيه كيقولها في الثقافه الشعبيه، اكرر ليس من الدين، وهي ان بعض المرات كتكون الام الا كان هو معمول لي عمل شيطاني، والا كان هو وقع لي عكس من العكوسات، راه الام عند العلاج. الريحه ديال الام، الريحه ديالها، العرق ديالها راه شفاء له. كيكون يبطل داك الاعمال الخبيثه، انك تعملي شي عمل خبيث. جميل ان الام ديما ترتمي على ولدها وتعنقه، الله على وليدي الله، وتعنقه مجرد انه يشم رائحه عرقها وخوسخها، ماشي مشكل. هذيك الرائحه ديال الام هي في حد ذاتها مبطله للاعمال الخبيثه. بعض المرات يقدر يكون الام ممكن اللباس ديالها قفطان ولا جلابه يلبسوا الولد ويحيدوا، هذا كيحيد من العكس بامر الله تعالى. حتى العكس يقدر يكون عباره عن سحر، اللي هو صناعه كيتصنع وكيتعمل وكيتلبس بالانسان. ممكن ان الام تاخذ واحد الجلباب ديالها ولا واحد القميص ديالها وتقول لولدها لبسوا وحيدوا. مجرد كيلبسوا كيحيدوا، كيحيد معاه داك التيار ديال السحر. شنو هو داك السحر في الاصل ديالو؟ هو ماشي ماده، هو غيزو، بحال الغيزو، بحال في الانترنت ولا في البورتابل كتلقى واحد الريزو كيدور، هو معانا ولكن ما كيتشدش باليد، ما كيتشاش بالعين، هو غير مجسد. كذلك العكس ديال السحر وديال العين وديال الحسد، هو بحال الريزو حدانا، بحال تيار كهربائي حدانا، وكيبقى مرافقنا فيما مشينا تابعنا. هذا اللباس ديال الام كيحيد بامر الله تعالى. هذا كلام مذكور في الثقافه الشعبيه، قلنا لانه امر جائز، ليس فيه استعانه باشياء محرمه، سوى انه عنده علاقه بالامومه، ولكن كيبقى دائما ذكر الله جل وعلا والصدقات والسجود وقيام الليل هو الذي يشفي، لان العطاء من الله والمنع من الله. واذا فتحنا هذا الباب عقول الناس وخيالاتهم كتمشي بعيد، فلذا من الافضل العلماء كيسدوه، كيقول لك خلينا غير مع الذكر ومع الدعاء ومع الصدقه ومع الابتهال، ورب سبحانه وتعالى يرينا عجائب قدرته. الله يحفظ لك خوتك انا ليلى، يا ربي ترزقهم الازواج الصالحين، راه مازال باقي صغار ان شاء الله في الثلاثين، راه ولات الموضه اليوم الزواج عند الذكور حتى الاربعين، هذه غير موضه اخترعها المجتمع. على كل حال الله يهدي ما خلق، اللهم امين يا رب يا كريم. نتحول من اقليم العرائش الى الدار البيضاء مع اختنا امة الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار الحاج؟ هذا نهار كبير اللي سد لي الخط معاكم. الله يبارك فيك لاله. شحال هذا وانا كنتسنى هذه الفرصه باش نهضر معاك. يا مرحبا. عفاك دكتور، حتى انا عندي عكوسات في حياتي من صغري لكبري، اموري كل هي معكسه، لا زواج لا صحه مقاده لا تفاهم. لا اله الا الله. تابعيني في حياتي غير كلها لور. يا ربي السلام يا رب. وعائلتي تا هي بغيتك تدعي ليا معاها، تا هي زايده على همي كيف ما تيقولوا، مريضه بزاف. لا اله الا الله. مريضه في راسها، مريض لها الراس ديالها، وخايفين عليها بزاف صراحه. لا حول ولا قوه الا بالله. بغيتك تدعي ليا معاها بزاف. يا رب يا كريم يا رب، الله يشافي ويعافي يا رب. الله يشافي ويعافي يا رب، الله يداويكم بدوائك. كنفكر فيها يا دكتور اكثر من ما كنفكر في راسي، كنشوفها كتبكي حدايا وكتمشي انا راسي صافي ما بقاش عندي فيه، كنقول منتي كاع. لا اله الا الله. وقل ترد عليك اختي الدعاء ديال الام وهي مريضه، تكررها كتكرر الدعاء ديال الام، راه من اعظم انواع الاستجابه. هذه وصيه اللي عند الام ديالو يقول لها دعي معه وتعاود دعي معه، راه دعوة الأم راه هي من أعظم وسائل الاستجابة. الله يشافيها ويعافيها ويداويها، ورزقك الله الزوج الصالح والذرية الطيبة، اللهم آمين يا ربي يا كريم. وغنتحولوا من الدار البيضاء إلى الحسيمة مع لالة سارة. ألو السلام عليكم. سارة من الحسيمة. ربما انقطع الخط عن اختنا سارة، معذرة. واكرر مرة ثانية بان الدعوات ديال الامهات ربي سبحانه وتعالى عطاهم واحد السر الهي اللي لا يدركه
الا الحق جل جلاله. اللي بغى يتحقق له الرجاء ما عليه الا يمشي يبوس الراس ديال الام واللي الدين ويقول لها ادعي معايا وتعاود ادعي معايا ويسمعها بودنه. راه سبحان الله العظيم الدعوات ديال الامهات سواء في الحضور او بظهر الغيب راه هو الكفيل بازاله كل الموانع وكل العكوسات وجلب الحظ السعيد بامر الله جل علاه. يا رب يا كريم يحفظ الامهات ويبارك فيهم ويطول عمرهم ويبقوا دائما لسانهم رطب بذكر الله وبالدعوات الصالحات لاولادهم. ووصيه كنقول الامهات ما تبقوش تدعيوا على اولادكم وبناتكم بالسوء، راه الدعوه ديالكم كتوصل. شحال ديال الابناء والبنات عندهم وضعيه معيشيه مرعبه، عندهم حياه مؤلمه، وملي كتقلب اسلوب السبب كانت الام كتدعي بالسوء كتدعي بالسوء والله يحفظ داكشي كيوصل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ونتحولوا من الحسيمه الى ورزازات مع اختنا حسنه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. لاله حسنه مرحبا بك. بارك الله فيك يا الحاج. حفظك الله. كده لاباس عليك؟ الحمد لله لاله حسنه. شكرا يا الحاج بارك الله فيك على البرنامج بزاف بزاف. اكرمك الله بنتي. امي الحاج. مرحبا بنتي. ما تقطعي معايا؟ ايه. بدكت عليا معايا ومع الوالدة. يا رب يا رب يا كريم. إذا بغيت تشفي لي ربي. اللهم آمين يا رب يا رب يا كريم. أنا عندي عقوسات عندي 26 عام. إيه؟ حياتي كلها معكسة. من ناحية القراية من ناحية. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يفرج عليك بنتي الله يفرج عليك. لا إله إلا الله الله يفرج عليك. وكديري شي محاولات لتغيير الوضع؟ كندير حاجات بدك تقطع عليك كنقطع الصلاه. ايه. لا ما كنتوفقش. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعاونك بنتي الله يعاونك على الصلاه، راه الصلاه مفتاح الفرج. لا اله الا الله. هذه صوره من بناتنا حسنه من ورزازات. سمعتوا كيفاش النبره الصوتيه ديالها كتحمل احزان وكتحمل اسجان. كنشوفوا بانها تبحث عن حل. بنت في هذا السن ما قراتش ما خدماتش والزواج الناس خايفين منه، وهي عند والديها ووالديها تقلت عليهم وكل مره كيقول لها امتى غتمشي. كتحس بواحد المعاناه شديده. هذا الشكل ديال هذه البنات شديد. شكون اللي غيسمع لهم؟ شكون اللي غادي يفتح قلبه لهم؟ وشكون اللي غياخذ بيديهم؟ كتلقى بعض البنات ملي كيبقاو هما فيهم الحياء الشديد وكيبقاو في واحد الدائره مغلقه، هنا ذاك الهم هو اللي كيولد لهم الاضطراب والوسوسه وربما المس. والاخريات ربما كتقطع الحبل وكتخرج ليها قود، ومن بعد كتحصد اشياء اللي زرعتها. الله يحفظ الجميع يا ربي يا كريم. بغينا ان شاء الله تعالى مع بناتنا وولادنا نكونوا جميعا يد واحده يد واحده. الامهات راه عندهم نصيب من مفتاح الفرج، واقولها واكررها، اي ام عند بناتها غير دعي معاهم بالرحمه وبالسعد، ما تدعي على بناتك بالسخط. راه كاين بعض الامهات هما السبب، كتبقى تدعي على بنتها بالسوء وكتقول سيري الله يعطيك كذا وكذا وكتقول كلام سيء، وفعلا ديك البنت مسكينه كتوقف لها الباب. عافى الله عما سلف. من الان بين الامهات يدعيوا مع بناتهم بالخير، وخا بنتك قلقاتك ودارت شي اعمال اللي هي مستفزه ومرضاتك في الاعصاب ديالك، ما كاين باس، دعي لها بالخير غتفكي منها، دعي لها بالسعد، الله يبيض سعدك، الله يزين يماك، الله يجيب لك شي ود الناس اللي يفرحك، دعي معها بجوف الليل، وديما سمعيها في ودنها، سير بنتي الله يرضى عليك، سير بنتي الله يكمل لك الرجاء، سمعيها في ودنها. وسبحانك يا جليل، هذا الدعاء ديال الام سرعان ما يصل، حتى ولو كانت الام مفرطة في الدين كيوصل. الأم أعطاها الله واحد المقام صوتها يبلغ إلى السماء. فنطلب الله تعالى من جميع الأمهات يوفقهم الكريم ويخليهم يدعوا مع ولدتهم بالخير والبركة، راه قريب إلى الاستجابة الدعاء. أسأل الله الكريم أن يعجل بالفرج. ونبقوا مع فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك،
اللهم دلنا عليك وارحم ذلنا بين يديك، ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطربنا بعيوبنا بين يديك. يا الله يا الله يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا، يا ذا الوجه الذي لا يبلى أبدا، يا ذا النور الذي لا ينطفئ سرمدا. يا الله يا الله، اللهم كن لنا مؤيدا وناصرا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما. يا أكرم الأكرمين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غيات من لا غيات له، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا كاشف البلاء، يا عظيم الرجاء. اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم حقق رجاءنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا خير المسؤولين، إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، ارحمنا بقدرتك علينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. يا كاشف كل كرب، يا سامع كل شكوى، اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكشف عنا البلاء. اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الموانع، اللهم ارزقنا القبول في الأرض وفي السماء، اللهم افتح لنا باب الرجاء، اللهم ارزقنا رزقا حسنا، اللهم ادفع عنا كل بلاء وشافنا من كل مرض وداء. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير من سئل، يا أجود من أعطى، يا أكرم من عفا، يا أعظم من غفر، يا أعدل من حكم، يا أصدق من حدث، يا أوفى من وعد، يا أحكم من شرع، يا أحق من عبد، يا أولى من دعي، يا أبر من أجاب. اللهم أجب دعواتنا يا رب، أجب دعواتنا. اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى، يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بلاؤك أحدا. يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم اغفر وارحم، واعفو وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، نسألك من الرحمة شمولها، نسألك من العافية دوامها، نسألك من العيش أسعده، نسألك من الإحسان أتمه، نسألك من الإنعام أعمه، نسألك من العمل الصالح أصلحه، نسألك من العلم أنفعه، ونسألك من الرزق أوسعه. اللهم من علينا برزقك وخيرك وفضلك، أسعد أيامنا. اللهم ارزقنا السعادة والبهجة والفروح والفرح والسرور والحبور، وادفع عنا البلاء، ارفع عنا الموانع، ادفع عنا السوء برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات،
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أمين يا رب يا كريم. اللهم يا رب ارزقنا الرضا والنور، يا رب ارزقنا الرضا والنور، يا رب ارزقنا الرضا والنور، يا رب ارزقنا الرضا والنور. اللهم ارزقنا الرضا بما قسمته لنا، وارزقنا نور الإيمان ونور اليقين، واختم لنا بالحسنى. اللهم ارزقنا السعادة الأبدية فضلا منك وإكراما، ارزقنا الرضا والنور. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.